رجل شجر رسول احتلم فأفتاه بعض الناس بهجوم الغصن اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان، تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الإفتاء اليومي. هلا سألوا. وباسمكم جميعا نرحب بصاحب الفضيلة الدكتور سعيد بويزري معنا مجيبا عن أسئلة الإخوة والأخوات. حياكم الله دكتور سعيد، السلام عليكم. مرحبا. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. مرحبا. إذن نتواصل مع الدكتور بعد بيان موضوع لقاء العدد على أرقام الخدمة والهاتف 021-37-43-43 021-37-42-87. فضل الشكر وجزاء الشاكرين. أيها الأحباب الكرام، الإيمان نصفه شكر ونصفه صبر. يقول مولانا تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وأعظم الشكر الإيمان برب العالمين، فهو شكر نعمة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسله بها رحمة للعالمين، ويأتي بعدها شكر كل نعمة بخصوصها إلى أصغر نعمة. وليس في نعم الله صغير أبدا، بل كل ما أنعم الله تبارك وتعالى علينا فهو كبير. وقد وصف الله بعض أنبيائه ورسله بالشكر، فبعض أنبياء الله جاء في مقامهم وذكرهم أنه كان عبدا شكورا. وأفضل من تسم هذه الصفة وتحل بها هو النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقوم فتتفطر قدماه فيقول لعائشة: أفلا أكون عبدا شكورا. الشكر وجزاء الشاكرين، موضوع اللقاء معكم دكتور سعيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضل الشكر وجزاء الشاكرين. الإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه الآخر شكر. الشكر اعتراف بنعم الله عز وجل، واعتراف قبل ذلك بالمنعم جل جلاله. الشكر مقام سامق يناله المؤمنون الذين يملأ الإيمان قلوبهم، فيستشعرون نعم الله عز وجل التي يرفلون فيها، ولا يمكن أن تحصى هذه النعم، كما قال ربنا عز وجل في سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هؤلاء يدركون تماما بأن نعم الله لا نحصيها عددا، لا تحصى، ويدركون تماما بأن الله هو المنعم. فكل نعمة يتمتع بها الإنسان في هذه الحياة، وما أكثر هذه النعم، مصدرها واحد هو الله جل جلاله. لذلك أول أمر نؤكد عليه هو النظر في النعماء والآلاء، وهو نوع من أنواع الذكر كما يقول العلماء، منهم ابن قيم الجوزية صاحب إعلام الموقعين، وهو يتحدث عن أنواع الذكر، ذكر هذا النوع: ذكر الأوامر والنواهي، وذكر الأسماء والصفات، وذكر النعماء والآلاء. الإنسان حينما ينظر في نعم الله عز وجل، هو من جهة يذكر الله، يذكر الله لأنه يستنطق هذه النعم، لأنه ينظر في هذه النعم التي يراها فضلا
عن النعم التي لا نراها، لأن هناك نعم نبصرها نراها، مثلا نعمة البصر نعمة عظيمة، نعمة الرجلين المشي على القدمين، نعمة اليدين، نعمة القلب، نعمة الجهاز التنفس، نعمة الهواء، مقومات الحياة، نعمة الهواء والماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، سورة الأنبياء الآية 30، نعمة الهواء، نعمة الماء، نعمة الغذاء، نعمة الإيواء، نعمة الكساء، نعمة الدواء، هذه مقومات الحياة، لا يمكن الاستغناء عن هذه المقومات. إذن هذه النعم نراها، نلاحظها، نتمتع بها، نشعر بضرورتها، نشعر بحاجتنا إليها. من أنعم علينا بهذه النعمة هو الله جل جلاله، والإنسان الذي يرى هذه النعم ويرفل في هذه النعم لابد أن يشعر بجلال الله المنعم، فالله هو مصدر هذه النعم. ومن نعم الله عز وجل أيضا نعمة الإسلام. تصور يا أخي محمد صالح إنسانا يعيش بلا إسلام، يموت على غير الإسلام، يبعث يوم القيامة على غير الإسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله، أكبر خسارة. لذلك ربنا قال في القرآن، قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام سماه الله نعمة، كما قال في سورة المائدة، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الإسلام أعظم نعمة، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة الإحسان، إشارة إلى حديث جبريل، نعمة الصحة، نعمة كل النعم التي لا يمكن أن نحصيها عددا. وصدق الله إذ يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الهداية، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه نعمة عظيمة، نعمة التوفيق والمعونة، نعمة عظيمة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا قال في آية أخرى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، من الله علينا بنعمة الإيمان، بنعمة الهداية. إذن نعم الله لن نحصيها عددا، نعمة القرآن، نعمة السنة النبوية، ميراث النبوة، نعمة الصحة كما ذكرنا، نعمة الهواء، نعمة الماء، والله الإنسان لا يستطيع إحصاء هذه النعم. الآن بعدما أدركنا أن النعم التي نلاحظها ونبصرها لا نحصيها عددا، ولكن لا ننسى أن هناك نعما أخرى تسمى نعم دفع. هذه نعم، هذه هناك نعم نفع ذكرنا بعضها، وهناك نعم دفع. ربي إذا دفع عنا البلاء، إذا دفع عنا المصائب، نحن لم ندرك هذه الأمور، هذه النعم، ربنا أبعدها عنا، دفعها عنا دون علمنا بها. لذلك كان أحد العلماء يدعو الله قائلا ويشكر الله، يقول الحمد لله على كل نعمة أعلمها أو أجهلها وتعلمها يا رب العرش العظيم. يعني هناك نعم ربنا يعلمها ونحن لا نعلمها. إذن هذا أساس ننطلق منه. الآن نأتي إلى الدرجة الثانية، ما هي؟
ما موقفنا من هذه النعم؟ لابد أن نجيب عن هذا السؤال. الموقف الأول هو الاعتراف لله بهذه النعم، بمعنى نقول أن هذه النعم هي من الله. بمعنى آخر، لا يجوز لنا أن ننسب هذه النعم لغيرنا، لغير الله. لا يجوز نسبة هذه النعم لغير الله جل جلاله. هذه قاعدة كبرى لا بد أن نتمثلها في تعاملنا مع النعم ومع المنعم جل جلاله. بعد اعترافنا بأن هذه النعم من الله، تأتي قاعدة الثانية، وهي شكر الله على هذه النعم. عدنا إلى الموضوع الافتتاحي، فضل الشكر. نشكر الله على هذه النعم. ربنا قال وسيجزي الله الشاكرين. سبحان الله، ربنا يعطينا النعم، وإذا قلنا الحمد لله ربنا يعطينا أجرا على شكرنا للنعم لله عز وجل. ربنا قال وسيجزي الله الشاكرين، وقال في آية أخرى لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن بشكرنا لله عز وجل يحافظ على النعم، هذا فضل كبير. ثم يعني هذا التأمين للنعم لكي تبقى تظل معنا. الأمر الثاني وهو وعد الله، ربنا قال لئن شكرتم لأزيدنكم. الزيادة، ربنا بعد حماية هذه النعم وصيانتها يزيد بين قوسين، كما اللي يعطي له ربي المال ويحمد ربي على نعمة المال ويزكي، يؤدي الحقوق التي على المال والتي على ذمته. ربنا يحافظ على ماله ويزيد يبارك له في ماله. وهنا من هنا ندرك ما معنى الزكاة. الزكاة من معانيها النمى، اللي يزكي ماله معنى يحصن ماله، معنى يصفي ماله، تنقية المال من جميع الشوائب، ومعنى آخر البركة والزيادة والنماء، معنى تزيد. لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم تأتي قاعدة أخرى بالنسبة للشكر. الإسلام يدربنا على الشكر. أذكر على سبيل المثال في سورة الفاتحة نقول الحمد لله رب العالمين. إذن هذه السورة التي نفتتح بها الصلوات تسمى سورة الفاتحة، تسمى السبع المثاني، تسمى فاتحة الكتاب، تسمى الكافية، الوافية، الشافية، الصلاة، يعني كل هذه أسماء الفاتحة نقرأها في كل ركعة، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، بين قوسين من ناحية الفقهية لا صلاة صحيحة، وتفسير آخر فقهي لا صلاة كاملة. إذن أدركنا هذا الأمر ونتدرب على حمد الله وشكره من خلال تقرير قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة. نقول الحمد لله رب العالمين، وفي الصلاة نقول سمع الله لمن حمده، ثم نقول ربنا ولك الحمد. تصور يا أخي كم تتكرر هذه الألفاظ، ألفاظ الشكر والحمد في عباداتنا. حينما ننهي الصلاة علم النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ، يا معاذ والله إني لا أحبك لا تنسى دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن هذا التدريب مستمر على حمد الله وشكره. أيضا حينما نستيقظ من النوم نقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي. الحمد لله، إذن هذه نعمة كبرى أن تعود الروح إليك. هذه نعمة كبرى تستحق الشكر. كاين ناس راقدين أصبح لقوهم ميتين. إذن ربي أخذ أمانته،
لأن هذا الإنسان قبل ما يرقد يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ماذا يقول هذا المستيقظ المؤدب الذي يتناغم مع ما في الكون من نعم هي من الله عز وجل ويكون من الشاكرين؟ يقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وآذن لي بذكره. وإذا ألف الإنسان شكر الله عز وجل سيشكر الله على كل حال ويتعوذ من الله، يعني من حال أهل النار أو بالله من أهل النار. وفي الجنة نسأل الله أن نكون جميعا من أهلها، حينما يدخل أهل الجنة الجنة وهم يسمعون قوله تعالى خالدين كما في أواخر سورة الزمر، خاصة الآية 73 72 73 74، هذه الآيات الحمد لله الذي صدقنا وعده، هكذا يقول أهل الجنة يشكرون الله عز وجل على هذه النعمة، نعمة الفوز بالجنة. يقولون الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. القاعدة الأخيرة أن نستخدم النعم فيما يرضي المنعم جل جلاله لنكون من الشاكرين. هذه قاعدة مهمة وخطيرة، أن نستخدم النعم فيما يرضي المنعم. واحد أعطى له ربي المال نعمة، لازم يستخدم هذا المال فيما يرضي المنعم، لا يستخدمه في إضلال الناس أو في شراء ذمم الناس. من أعطاه الله نعمة العلم لا يستخدم هذه النعمة في تضليل الناس وفي تشكيكهم في إيمانهم وعقيدتهم. من أعطاه الله السلطة، أو وإن كان طبعا السلطة ليست نعمة، بين قوسين قد تكون نعمة وقد تكون نقمة حسب الاستخدام، ولكن من أتاه الله السلطة واستخدمها فيما ينفع الناس فيتقرب بها إلى الله عادلا مؤمنا منصفا خادما فسينال أجرا كبيرا عند الله. من أعطاه الله نعمة الصحة لا يحتقر بصحته وبقوته الضعفاء وهكذا. إذن هذه القاعدة الذهبية مفادها أن نستخدم النعم فيما يرضي المنعم جل جلاله. هذا فضل الشكر وهذا جزاء الشاكرين. ما يجعلنا منهم يا رب. بارك الله فيك دكتور سعيد، شكرا جزيلا. ونبدأ على بركة الله في الإجابة على الأسئلة الواردة، دائما نتلقاها على الرقم الهاتفي 021-39-43-40 021-37-42-87. طيب نبدأ بما ورد البرنامج مع الأخ محمد الصالح من العاصمة، وسؤاله عن الكفالة دكتور سعيد. هو الأخ محمد صالح كما قلت يا أخي، محمد صالح من العاصمة. نعم. طبعا السائل لست أنت أكيد. فيقول أن عنده طفل مكفول. نعم. عنده طفل مكفول وسؤاله قد ورد في هذه الأمسية، وأراد الإجابة عن طريق هل سألوا لما لأمر يهمه، الأمر يهم العائلة أيضا. عنده طفل مكفول، ولكن الآن طبعا بعد ما علم بأن هذا الطفل المكفول ليس له الحق في الميراث، يعني في، وهذا الإنسان الكافل أخ محمد صالح يعني ربي سبحانه ورزقه بمال معتبر، فبعدما علم بأن هذا المكفول لا يرث فيرثه غيره،
يسأل ما الذي يسمح به الشرع؟ الجواب يا أخي محمد صالح كالآتي: فضلا عن الأمور المعنوية التي تقوم بها الآن، راك تربيه وراك تقريه وراك، هذه كلها إن شاء الله عندك أجر عند ربي سبحانه عز وجل، لا سيما أن هذا المكفول كما أخبرتنا بأنه يتيم، ويسعدك ولك البشرى من النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف: أنا وكافي اليتيم في الجنة كهاتين أو كهاتين في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بشرى نبوية. إذن فضلا عن هذه الواجبات المعنوية التي تنصرف إلى الجانب التربوي التعليمي وهذه المرافقة لهذا الصغير، في هناك أمور مادية تسمح بها الشريعة ويسمح بها القانون، يعني يجوز لك أن تمنح له هبة الآن في حياتك، يعني تعطي له هبة، والهبة عقد ناقل للملكية، تكتب له دار باسمه، قطعة أرض، حانوت، سيارة، يعني أنت حر تعطيله، ولكن ليس بالشكل الذي يعني تجرد نفسك من جميع الممتلكات. هذه نصيحة من وحي الواقع، ولا تمنع كاع الورثة ما يدي ولا شيء، لا تعطيه كل شيء، ما لا تتجرد من كل شيء. إذن عندك حق الهبة، وهذا مسموح به شرعا وقانونا طبقا لقانون 84/11 المعدل والمتمم. وعندك حق تخلي له وصية اللي هي التيستامون، وصية يعني في حياتك الآن قادر تروح عند الموثق النوتير وتخلي له وصية بقطعة أرض ولا وصية بسكن ولا بأي شيء. المهم هذه الوصية لا تتجاوز ثلث التركة، لا تتجاوز الثلث، لأنه إذا زادت عن الثلث الزيادة تكون موقوفة على إجازة الورثة الآخرين، إذا أجازوها نفذت وإذا ردوها ترد، أي لا تنفذ. نأخذ مكالمة شيخ. نعم. بارك الله فيك، معنا من تبسة أخ رمضان. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. مرحبا بك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. موصيك خويا لاباس. الحمد لله. عندي سؤال للشيخ الله يحفظه. تفضل. واحد فقير ما عندوش وبس أعطيه مبلغ من المال. نعم. وهو ما يعرفش يصرف، هو قادر نعطيه مثلا المبلغ هذا يصرفه في 10 ايام ولا 20 يوم. ايه؟ نقدر نخلي عندي كل فترة نمدو شوية، كل فترة نمدو شوية ولا لا؟ هذا هو السؤال يا أستاذ. تسمع الجاه، هذا مبلغ زكاة هذا؟ زكاة. زكاة المال. طيب، واضح إن شاء الله. زكاة المال. إن شاء الله أخويا رمضان، ربي يتقبل إن شاء الله. من العاصمة الأخ فريد. فريد من العاصمة، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. بالنسبة للحية بك. نعم. اللي ما يديرهاش ولا يكون آثم ولا يتحاسب عليها. بارك الله فيكم، الله إليكم. نعم وفيك وبارك الله. في اتصال آخر. نعم، من بومرداس دلس الأخت مليكة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي بابا مات الله يرحمه، وخلى الدار وخلتها بلا ديجا. انا طرحت السؤال هذا على الدكتور بويزري، وكي خواتي تيروحو ما ولاوش كاع دوك. هذيك الدار كي طرحت عليه السؤال وقال لي تقدري تدخلي ليها، لاخاطش مازال شويه مازال ماشي مقسوم فيها والو، لا تراب ولا الدار. ومن بعد صافي رحت باش ندخل هذيك الدار مستحبه، ما حبوش لخواتي، تيحب باش نفتحها ما خلونيش ولاد عمي. هي كانت عند عمي في الأول وبقى عمي مات. إيه؟ بقى عمي مات. أكيد تقولي هذه وليد عمي هو اللي راهو قلنا ما تدخليهاش،
الا انت وخواتها تاع فرنسا يدخلوا بصح انت ما تدخليش. هذه دار الوالد تاعك باباك؟ ايه الدار هذه تاع الوالد تاع بابا. ايه تاع بابا. صح. عندك خاوتك ذكوره ولا لا؟ لا عندي عندي خواتاتي في فرنسا. انا وباباك المزوج خطا الاولى، انا بنت المراه الاولى. عندك خواتاتي من المراه الزوجه. صح. عندك خاوه ذكور؟ عندك خاوه تاع بابك؟ عندك خاوه ذكور؟ ما عنديش خاوه ذكور، عندي غير بنات. هما بنات وانا عندي خمسه بنات وانا. ست بنات. وهما ملي مات بابا عنده دوكا 8 سنين ما تجاوش والدار مغلوقه. كي رحت انا باش ندخل ليها مادام ما يدوهم رحت ندخل ليها ما خلانيش وليد عمي. وليد عم عمي من الصغير كعب هذا تاع بابا. عمك حي؟ عمك حي ولا ميت؟ حالهم الدار قبل ما يموت كان حالهم. طيب اسمعينا مالك الله يرضى عليك، عمك هذا حي ولا ميت؟ لا لا مات مات مور بابا واحد 4 سنين مات عمي. دوك هذا وليد عمي هو اللي ما راهش يخليني ندخل ديك الدار، وهذاك التراب راهم مستغلينه كان كاره لهم بابا. دوك هذاك ذاك التراب هذايا ما حد يعطيه يعطيه لي ليا ولا كيما تشم خواتاتي ولا راهو قال لك هذا اللي مستكلف به. قال لي كان كارهولي، قلت له انا عطيني حقي انا تاع الكره تاع هذا التراب اللي راه كاره، عطيني حقي وحق خواتاتي بعدو لهم راه خليه لهم دبر راسك. قال لي ما نعطيكش غير جو خواتاتك. الا نقدر نرفع عليه قضيه اللي راه مستغل التراب ماشي ما وكلو عليه حتى واحد، راه مستغل التراب تاع اليتامه ويخلص عليه وحقي ما بغاش يعطي لي، ما خلاني ندخل الدار ما خلاني ندخل الدار، ما راه يعطيني حقي تاع التراب 7 سنين. نعم هو راهي قلت له قال لي ما نعطيكش غير هذو خواتاتك. هو راهي ما يحبوش يجوا. مليكة هذا ابن عمك راه يسال معاكم في التراب والدار هكذا؟ نغمى هما يسالوا معانا. ايه مي بصح مازال ما حبوا حتى واحد ما حبوش يدير الفريضه. طيب يعني هذه التركه مازال ما تقسمتش؟ مازال ما تقسمتش. طيب وهو راه يستغل فيها. وهو يستغل فيها ابن عمك هذا. ولادي عايشين في رزقو في فرنسا، ولاد عمي مستغلين التراب تاعو هنا، انا مانيش مستفاده حتى من حاجه. طيب يعطيك الشيخ سعيد توجيه ان شاء الله. ما استفدت من والو. واضح. والو ما شفت من عندهم. واضح الشيخ سعيد. واضح. نعم. لا نقدر نرفع قضيه. انشغالك واضح مليكة. لا نقدر نرفع قضيه على ولاد عمي بلي راه مستغل التراب، لاخاطش نكون غدوه كي ندير محامي. يقول لي بلي قادر يقول له ما عنده وكاله بلي مستكلف بالتراب، ما عندوش كوارت اصلا. تسمعين الجواب؟ القضيه واضحه مفصلا. شكرا لك يا مالك. ابو عمار من جيجل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ واش راكم لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. انا حبيت نسال واحد اللي يعصي والديه ما يطيعش والديه. ايه سما دروك سما انا شفت المنكر في الدار والظلم، حبيت نهضر معاه يحب ياكل ولا يحب يضربني يحب يزيد عليا يحب كذا. هذا ابنك؟ ايه ولدي. ايه ولدي. ولادي سما يهدر سما في بناتي الدار يحوس يضربهم، بناتي مزوجين يحوس يضربهم بهم بولادهم. والحاجة اللي زرعوها البنات في الدار يروح ينحيها ويطيشها، وكي يهدروا معاه يحوس يضربهم. واضح يا ابو عمار واضح. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه وليامات هذوك قص لي جوج شجرات نتاع الدقية تاع العنب، جوج شجرات هم وكي قلتلو قال لي ما نحيش، قال لي بالك انت قصيتهم. ايه ولا كسر لي الباب تاع الدار كسرها. ربي يهديه يا رب. ان شاء الله. واش كيت به للدار كل اللي وكيل الدوله. المهم دروك انا ونستنى في الاخر ديالو، يعني واش اللي الاخر ديالو نقدر انا تسمى هذا داير فيا حاله. وقال لي انت ما تفاش، انت قال لي انت ما تفاش في الدار
دار وفي الحل الساحه. طيب تسمع الجواب يا ابو عمر، تسمع الجواب. ان شاء الله بارك الله فيك. يعني الجواب يعني واش يكون تسمى؟ نختار تسمى نخرجوا من الميراث وخلاص، هذا ما كان. وهو يهدد فيا وهي مرته هي اللي راهي تسدد، هي اللي راهي تحمي فيه، هي اللي راهي تسخن فيه. ربي يهديه ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك. شكرا. يا صحة. السلام. من عينتي مشنت صفاء ونجيب ان شاء الله. الاخت صفاء تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام. السلام ورحمه الله. الشيخ نهضر مع الشيخ. يسمع اليك تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. انا متزوجه وراسي كان مطلق، مطلق ومعدني انا. سمع فيا. ايه. ودروك كده حنا ودروك زوجة السابقة تجي عندهم في عند المنزل تاع امه، زعما يعرضوها يجيبوها، وانا هاد الامر زعما شويه يضرني، زعما اسكو هاد الشيء شلال ولا ماشي شلال. هي مطلقه، هذه تقرب لهم، هي فاميلتهم. لا لا لا، يوم انا بهذا الشيء زعما نشتري برو عندهم، اسكو زعما علي زعما عندي اثم كيما نجي نبغى عندهم هذا الشيء. لا عايز زعما ندير معاهم الواجب، كلشي نديرها معاهم زعما نيجان، بصح كي ملي يقعدوا يهضروا عليها يجيبوها تما، انا هذا الشيء ولا يزعجني. كي راني نقلل زعما باش نروح عندهم، اسكو زعما عليا عتاب ولا لا؟ نعم. فهمتني؟ مفهوم. نعم. اي شكرا. شكرا. اسكو زعما الحكم تاعها مين هي تتردد عليهم تما، اسكو هذا حلال؟ تسمعي الجواب ان شاء الله. باذن الله. شكرا. شكرا. طيب نواصل في موضوع الكفالة لسؤال الأخ محمد صالح من العاصمة. نعم، إذن الأخ محمد صالح بعدما بينا بأن حق الميراث، يعني بأن الميراث ليس حقا للطفل المكفول، ولكن يجوز لك شرعا وقانونا باش تعطي له هبة دوناسيون، ماذا واش حبيت؟ كما قلت فقط ماهوش كل شيء، لا تتجرد، يعني ما تحرمش نفسك أنت من خيرك، يعني تخلي له تكتب له دار ولا حانوت ولا اي شيء ولا قطعه ارض ولا، كل ذلك يجوز شرعا وقانونا. او تخيل وصيه، وصيه تنفذ بعد، نسال الله لك ولنا جميعا طول العمر مع صلاح العمل، يعني بعد الوفاه، الوصيه تنفذ بعد الوفاه، بعد وفاتك يعني بعد طول العمر وصلاح عمل، يعني هذه تسمى الوصيه، تتراخى اثرها الى ما بعد وفاه الموصي. هذا هو الجواب. اطمئن يا محمد صالح من الناحية الشرعية ومن ناحية القانونية أيضا. ذكرنا القانون 84-11 المعدل المتمم، نص على ما يسمى بالتبرعات المالية، منها الوصية والهبة. طيب ناصر من بومرداس، موضوع الإنفاق. نعم يا سي ناصر من بومرداس، الآن سؤاله عن الجد الذي لم يجد من ينفق عليه. هو طرح السؤال كالآتي، قال لك جدي لو كان عنده دراهم، الناس قاعد تجري موراه، يعني الأحفاد، مادام ما عندوش زوالي زوالي، وهذه أمراض وهذه كذا، يحتاج إلى مصاريف وكذا، يعني ما عندوش أولاد، الأحفاد يتملصون. أولاً يا أخي ناصر، هذا السؤال ورد إلينا كثيراً. علاش قلت هذا الكلام كثيرا؟ لانه كاين حالات كيما هكا، الاجداد والجدات اللي عندهم الاحفاد ذكور واناثا، لو كان عندهم اموال وعندهم منح كذا، يعني ممكن الاحفاد يدوروا بهم، يعني هذو الاجداد عاده يكرمون الاحفاد، ولكن الاجداد الفقراء اللي ما عندهمش مال، للأسف كاين منهم اللي يضيعوا، إما يلقى روحو في دار العجزة، إما عايش في داره مسكين في ظروف صعبة جدا، ما كان اللي يجيب له اللبسة، ما كان اللي يجيب له غذاء، ما كانش اللي يدفع مبالغ الكراء إذا كان كراي، ما كانش اللي يداويه ويعالجه. أقول لهؤلاء جميعا، الشريعة تلزمكم، بمعنى الأولاد ملزمون بالإنفاق على الوالدين،
وإذا ما كاينش أولاد كاين أحفاد، الأحفاد ملزمون شرعا بالإنفاق على الأجداد. والعكس صحيح، يعني إذا كان واحد يتيم وما كانش ما عندوش والدين يجيو الأجداد ينفقوا عليهم. معنى هذا يسموه قاعدة الأصول مع الفروع، يجب على الأصول الإنفاق على الفروع، والفروع ينفقون على الأصول. هذا هو العنوان الكبير. إذن هذا الجواب الشرعي. من ناحية القانونية أرشدك إلى القانون 84-11 الذي أشرنا إليه، المعدل والمتمم بالأمر 0502 المادة 77 من القانون، تنص على ما يلي: يجب على الأصول الفروع الإنفاق، إنفاق الأصول على الفروع والفروع على الأصول، وفق ثلاث قواعد. القاعدة الأولى القدرة، الثانية الاحتياج، الثالثة وهي مهمة درجة القرابة في الإرث. ما المراد بهذه القواعد التي وردت في المادة 77 كما ذكرنا؟ القدرة أي قدرة المنفق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. المنفق لازم ينفق حسب القدرة نتاعو. كاين اللي ياخذ راتب 5 ملايين، كاين اللي ياخذ راتب 20 مليون، يختلف. معنا نشوف القدرة نتاعو. لذلك حتى المسألة حينما تصل إلى القضاء، القاضي يأخذ في الحسبان يعني كما يقولوا الراتب نتاع هذا المنفق، ولا المحاصيل نتاعو، ولا يعني المداخل نتاعو. طيب، القاعدة الثانية هي الاحتياج. المراد بذلك احتياج المنفق عليه. يختلف من شخص إلى شخص. ممكن هذا الجد يحتاج 2 ملايين في الشهر، ممكن هذا الجد يحتاج غير مليون. إذا حسب احتياجه، كان اللي مريض، كان اللي صحيح، كان إلى آخره. إذا احتياج المنفق عليه. القاعدة الثالثة درجة القرابة في الإرث. علاش وضع القانون هذه القاعدة؟ لكي لا يتملص الأحفاد من مسؤولياتهم. قاعدة الغنم بالغرم. نقولوا كيما لو كان هذا الجد خلى أموال، أنتم تورثوه حسب درجة الميراث نتاعكم. الآن مادام هو زوالي فقير تنفقوا عليه حسب درجة القرابة في الإرث. هذه قواعد ذهبية، ثلاث قواعد: قدرة المنفق، القاعدة الثانية احتياج المنفق عليه، القاعدة الثالثة درجة القرابة في الإرث بين المنفق والمنفق عليه. المادة 77 من قانون 84-11. هذا هو الجواب. إذا كان فيه تفريط نقول لك نروحوا لقانون العقوبات. قانون العقوبات في الجزائر، وهناك مواد قانونية شبيهة في القوانين الأخرى المتعلقة بالعقوبات على مستوى الدول، خاصة الدول الإسلامية بين قوسين، اللي تعاقب هؤلاء المفرطين في واجب الإنفاق. يكفي أن نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية من يقوت. رمضان من تبسة يقول أن فيه شخص فقير ومحتاج، فهل يعطيه؟ قال لك لما أعطيه مبلغ من المال لا يحسن التصرف فيه، فهل أجزئه له على أقساط شهرية، علما أن هذا المال هو مال زكاة؟ مال الزكاة له حكم خاص. لو كان الصدقة أنت حر تعطي له، تحبي كل سمانة أعطي له 100 ألف 200 ألف، أنت حر في الصدقة. ولكن في الزكاة تخرج من حوزتك. الزكاة هنا تفيد التمليك،
تعطيها له، إما لهذا الإنسان الفقير ما دام هو راه في قائمة المستحقين، ولا يكون شخص يقوم على شؤونه. ممكن هذا ممكن تخرج من يدك وبهذاك الشخص الذي يقوم، ما دام خرجت من الحوزة نتاعك من حيازتك من ذمتك، يجوز لذلك القيم تجزئها، أن يجزئها القيم، القيم هذاك يجزئها الوكيل. الوكيل واحد من العائلة، واحد كبير العائلة، واحد ثقة في العائلة، عنده وليده مثلا ثقة، عنده بنته راشدة فاهمة عاقلة، تمد قال هذا المال الزكاة الباباك، ولكن خرجوا من عندي، خلي عندك انت ونفقي عليه، انت باباك راه انسان مثلا ما يحافظش على المال ويبذر وشمال القبيل، وربما ما يصرفش هذاك المال في الاحتياجات الضرورية للأسرة، هذا الأمر يجوز. أما بالنسبة لك لازم يخرج دراهم من عندك، خرجهم أموال الزكاة، لازم تتخلص منها تمدها للمستحقين لها. فريد من العاصمة يسألكم عن اللحية. حكم اللحية. يا أخي فريد، أستطيع أن أجيبك على مدار ساعة كاملة أو أكثر بجميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، أجيبك بنقطتين. النقطة الأولى أن موضوع اللحية مسألة خلافية بين أهل العلم، تأتي القاعدة الذهبية التي تقرر ما يلي: لا إنكار في مسائل الخلاف. النقطة الثانية، من أطلق لحيته اعتمادا أو اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور، ومن حلقها لعذر من الأعذار أو بلا رفض لسنيتها فليس آثما، والله أعلى وأعلم. طيب، مسألة مليكة من بومرداس دكتور. نعم، هذه قضية يا مليكة ركزي جيدا. مات أبوك، ترك كما قلت دارا وقطع التراب أو قطع ترابية، انتما ست بنات، انتما ست بنات يعني عندكم الثلثين، هذوهما الثلثين، هذوهم بمعنى النسبة الكبيرة نتاعكم. إذا كان باباكم خلى 12 هكتار مثلا، انتم عندكم 8 هكتارات نتاعكم تاع البنات. إذا خلى 6 ملاير، انتم عندكم 4 ملاير سنتيم. انتم البنات في 6 تقسموها على عدد الرؤوس، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، يعني 2 على 3 دوتير. فهمنا؟ الثلث المتبقي وين يروح؟ يروح إلى أقرب عاصب، ما دام كاين العم اللي هو خو باباك، عاش بعد باباك، فهمت بلي بعد 4 شهور مات بعد أبي، إذن شكون اللي يدي الثلث هذاك؟ هو عمك. ودرك ما دام مات عمك، هذاك الميراث الحصة تروح لولاد عمك، شيء طبيعي. ولكن أين الإشكال أو الإشكالات؟ الإشكال الأول أنكم ما قسمتوش التركة، يعني ما زالكم على الشيوع في مناسخة. هل أنا رأى في مناسخة ما قسمتوش التركة، وعدم تقسيمكم للتركة وخليتوها في الانديفيزيون على الشيوع، هذا اللي خلى ولد عمك يطغى، اسمح لي على هذه الكلمة، هذه الصورة. بعض الورثة سامحين في اللي سامحين يدبر راسه، وانتم يعني كيديروا اللقاء سامحين، ماشي يعني مخلينها كما هذو البنات اللي ما همش يسقسوا اللي عنده البديل. نعم، هاللي عايشة في فرنسا واللي عايش اللي هي وعنده كذا ما يحتاج يتخلى، ولكن يبقى هذه الأمر في انتظاركم.
يتقسموه بعد 9 أيام ولا بعد 9 شهور ولا بعد 90 يوم ولا بعد 90 سنة. هو القسمة جاية. لذلك ننصحكم على تأخير هذه القسمة هو الذي يؤدي إلى وقوع هذه النزاعات، بدليل أن ولد عمك الآن بالنسبة ليه خلاص هذا نتاعو، أنت كي رحتي باش تدخلي للدار ومنعك، أنت تملكين في هذا الدار أكثر مما يملك. هو أنت عندك ثلثين، أنت عندك يعني أنت مع أخواتك طبعا عندكم ثلثين في الدار، عندكم ثلثين في التراب إلى آخره. هو الآن يقول لك ما تدخليش، يعني ما معنى هذا؟ معنى تشكلت عنده قناعة بلي هذا نتاعو، هو الراجل هو اللي يديه، هو كذا هو كذا. لذلك وزيد هذا نتاع الكراء ويكري التراب وكذا، هذا الاستغلال بغير حق، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يدخل في قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه صورة من صور أكل المال بالباطل. بأي حق يكري؟ إذا كان كرة بعشر ملايين لازم يقسمها قسمة الميراث، إذا كرها بمئتين مليون لازم يطبق الفريضة. كي يعطي لك دراهم انتي وخواتاتك دبروا راسكم، حبيتوا تاخذوا دراهم حبيتوا تنازلوا، عن طيب نفس بلا استخدام لسيف الحياء. اتفقنا؟ إذا هذه هي الإجابات. وبعدين راكي تقولي ما داروش فريضة، أنت قادر تديري فريضة. أي واحد من الورثة عندكم الحق باش تديروا الفريضة وتخرجوا من حالة الشيوع، راكم في لانديفيزيون طبقا للقانون رقم 75-58 المعدل والمتمم، طبقا للقانون 84-11 المعدل والمتمم، عندكم الحق تخرجوا من حالة الشيوع. سمحوا لي هضرت بهذه اللغة لأني أعلم علم اليقين أن كثير آلاف القضايا راهي فيها ظلم كبير، الناس متخلين كل واحد يقول ما كذا، خليها وتفوت السنوات، وهذوك اللي يستغلوا أماذا بك طولوا، يتمنوا باش القسمة تجي بعد 70 سنة. إذا عنده حانوت يستغلوا، عنده سكون يستغلوا، خلاص هو مستفيد. ولكن الآخرون الذين لا يستفيدون هم اللي لازم يتحركوا. وأنا أحدثكم بهذه اللغة وأنا أتألم داخليا لأنني أعلم علم اليقين ما أقول. لذلك ننصحكم والصلح خير، والصلح خير، بمعنى ديروا جلسة بيناتكم أفريوها قسمة ودية، إذا ما قدرتوش شوفوا واحد من العائلة ناس كبار يدخلوا بيناتكم، ما قدرتوش شوفوا كاش إمام مصلح يدخل بيناتكم يعاونكم، شوفوا خبير من الخبراء، هذه كلها حلول ودية أو 5 حلول ودية. إذا هناك رفض من واحد من الأشخاص هذون عندكم الحق تروحوا تخرجوا من حالة الشيوع طبقا للقانون كما ذكرت. اتفقنا؟ وبعدين مع ذلك القانون يعطي لكم فرصة أخرى لقسمة ودية عن طريق ما يسمى بالوساطة القضائية طبقا للقانون رقم 08-09 المادة 994. هاو القانون أعطى لكم فرصة باش تكون قسمة ودية عن طريق الوساطة القضائية. إذا كان هناك رفض تكون قسمة قضائية بقوة القانون. فرات يا مالكة؟ وراني جاوبتك وجاوبت الحالات الشبيهة بهذه الحالة. طيب أبو عمار من جيجل. أبو عمار هذا الشخص اللي راك تقول واحد في النهاية وليدك اللي يعصي والدي، والله غير أنت تتكلم وأنا أتألم، هذا منكر كبير. صمت. باش الإخوة يسمعوا يعني. نعم. هذا منكر كبير.
ربنا قال في أي القرآن: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هو ربي قال كلمة أف هي أصغر كلمة تخرج من فم الإنسان، هذه ممنوعة مادام ربنا منع كلمة أف يقولها الولد الوالدين ولا الواحد منهم، يعني الأخرى التصرفات الأخرى ممنوعة من باب أولى. اتفقنا؟ لذلك هذا الوليد كربي يهديه عاجلا لا آجلا، وزيد ارتكب تصرفات أخرى، هذه نتاع محاولة الضرب لكل البنات يعني الخواتات وولادهم وكسر الباب، هذا طغيان. حنا نقول ربي يهديه، ربي يهديه، لأن والله ما كانش إثم كما اللي يعصي والديه. يا سعد اللي عنده والديه ويحسن استثمار هذه العلاقة مع والديه باش يدي الأجر ويدي الحسنات مهما كانوا الوالدين. لأنه وأنا أقول هذا الكلام ممكن يجي واحد يقول لك عندي والدية واعرين عندك، يكونوا كيما يكونوا، ربي وصى على الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولكن لا ننسى بأن الله أيضا وصى الوالدين على أولادهم، ربي قال: يوصيكم الله في أولادكم. هكذا يتحقق التوازن في الأسرة. درك أنت يا سي أبو عمر شوف الناس المؤمنين الناس العقال أئمة يكلموا وليدك هذا، إن شاء الله ربي يهديه وإن شاء الله ترضوا عليه ويرجع لجدة الصواب قبل ما يفوت الأوان إلى آخره. ولكن إذا كان كمل في هذا الطريق يجوز لك شرعا أن تلجأ إلى القضاء، والاعتداء على الأصول هنا جريمة في القانون معاقب عليها. الوقت ما يسمح ليش باش نذكر المواد القانونية التي تعاقب هذا الاعتداء على الأصول بجميع صور الاعتداء. إن شاء الله تفرى وديا، ربي يهديه قبل فوات الأوان. هل يخرجه من الميراث؟ لا، لا يجوز لك. نبينا صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف: لا ضرر ولا ضرار. خرجه الإمام مالك في موطئه رقم الحديث في الباب رقم 31. يعني حتى لو كان وليدك يضرك أنت ما تضروش، ما تمنعوش من الميراث، فهذا ليس مانعا من موانع الميراث. فموانع الميراث محددة شرعا حصرا، أي على سبيل الحصر. إن شاء الله ربي يهديه يا أبو عمر، ندعو له بالهداية، أنت دعي له وشوف ناس المؤمنين يدخلوا إن شاء الله، إن شاء الله ربي يهديه عاجلا لا آجلا. آمين. طيب هذه الزوجة التي تحرض صفاء، لا قبل، قال أبو عمار أن سبب هذه المشاكل هي زوجة الإبن، قال السبب زوجته هذا. والله هذه العروسة هذه لو كان يعني تعرف صلاحها تدي دعوة الخير يعني. وكم من عروسة شحال مرة عرايس هم اللي كانوا سبب باش أزواجهم يوليوا يتسقموا، سبحان الله. كاين حالات وين الابن يكون عاق لوالديه، عاق، النهار اللي يتزوج الزوجة نتاعو تقول له بالسيف عليك باش ترجع لمواليك وكذا. يا والله غير يساعدهم، والله غير استثمارات. اللي بغى يستثمر في الحسنات هناك مجالات للاستثمار في الحسنات، وهذه من الطاعات الكبرى. طاعات ماشي غير الصلاة والصيام والحج والعمرة، لا، هذه سهلة وحلوة والنفس تميل لها بزاف، ولكن هناك طاعات أخرى، راهي طاعات أخرى أجرها عند الله كبير، هذه منها. أما الزوجة اللي تعاون زوجها باش يعصي والديه، نقولك إنك على خطر كبير. كنتي كي زوجك ربي يستركم ويسترنا إن شاء الله. ربي يهديكم ويهدينا. نعم. صفاء من عين تيموشنت.
صفاء يعني تمشت. هذا زوجها مطلق ثم تزوجها، وهذه الزوجة يعني تأتي إلى بيت الوالدين وتجتمع معهم وإليهم دائما. والله هذه سألناها إذا كانت من العائلة، قالت لا أجنبية. أنت يعني سألتها سؤالا ذكيا. نعم شكرا لك. عفوا، تيسيرا وتسهيلا للفتوى. نقول يا صفاء، هذه المطلقة انتهت علاقتها الزوجية، المفروض شرعا ما تجيش لهذا الأسرة خلاص. نهار اللي كانت زوجة نعم، أما الآن لم تعد كذلك، إذن فهي في، هي أجنبية. ولكن ما معنى هذا أنها تأتي إلى بيت مواليه وكذا؟ هذا استفزاز ولا تريد دمارا لهذه الأسرة، ولا تحب النهاية نتاعك تكون كما النهاية نتاعها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. المفروض هي تخاف ربي وتستحي وتبعد، هذا بالنسبة لي هي خطاب موجه لها. والعائلة نتاع زوجك هذا المفروض ما يقبلوش يعني هذا الأمر، خاصة ما هيش قريبة. لو كان قريبة عندها صلة القرابة نعم ما يمنعها حتى واحد، فقط تحسن الزيارة، تحسن اختيار الأوقات نتاع الزيارة مثلا ما دام هناك يعني علاقة زوجية انتهت. هذا من الذوق، هذا من حسن الأدب. هول الدين نتاعنا راه أوصانا بالأخلاق، إذا كان الإنسان يصلي ويعبد ربي يدير واش يحب، ولكن إذا كان القيم والأخلاق ما عندوش لا أدري وراه رايح. يعني ممكن الإنسان يجيب جبال من الحسنات، ممكن يضيع كل هذه الحسنات باش بسبب بسوء أخلاقه. نسأل الله العفو والعافية. ثم أن هذا الزوج هو مسؤول عليك، يعني كيف يعني من التصرفات التي يمنعها الشرع. أما بالنسبة لك يا صفاء، أنت أيضا شدي دارك والسلام. يعني إذا كان لازم تزوري، كي تزوري مالين زوجك تروحي تزوريهم عادي، ما يهمك ولا شيء، أنت تزوريهم لا ضر ولا ضرار. ما تديريهاش شغل شونطاج يعني ما دام هذيك راهي تجي، ولا لا، أنت عندك المسار نتاعك الطبيعي، راكي زوجة بهذا الإنسان، كي تروح لمواليه تزوريهم عادي والسلام، وترجعي لبيتك وربي يحفظك ويحفظ زوجك ويحفظكم إن شاء الله تعالى، ونسأل الله الهداية لنا جميعا. اللهم أمين يا رب العالمين. بسؤال الأخت صفاء نأتي إلى ختام العدد، شاكرا لكم دكتور سعيد ما قدمتم وتفضلتم به من البيان لإخواننا وأخواتنا في متسع قليل من الوقت، أعطينا فيه دعوة خير إن شاء الله. الله يا أخي محمد صالح، كي نشوفوا هذه التجاوزات يعني هذه العقوق، خاصة عقوق الوالدين، اللي ما عندوش والديه يتمنى لو كان عنده والديه يعني يلطف بهم ويرفق بهم معاهم ويفرح بهم وكذا، وما شاء الله ويخدمهم ويجتهد في خدمتهم. ولكن اللي عندهم علاش ما يستثمروش هذه النعمة، وهي نعمة كبيرة. نقول نسأل الله الهداية لنا جميعا، نسأل الله أن يوفقنا جميعا لطاعة الوالدين، واللي ماتوا والديه أيضا ما يغفلش يدعو لهم دعوة الخير، لأنه الدعاء نتاعه كذلك ينفعهم. ونسأل الله أن يغير حالنا إلى أحسن حال، وأن يلهمنا السداد في الرأي والتوفيق في العمل، وأن يرشدنا جميعا إلى طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الوالدين. ونسأل الله أن يغير حالنا جميعا إلى أحسن حال. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم اخذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم إن نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان، فأعنا على طاعتك. اللهم آمين. شكرا لكم دكتور سعيد، بارك الله فيكم. شكرا لطاقم الخدمة جميعا، لكم مشاهدينا متابعينا الكرام، في أمان الله والسلام على الجميع ورحمة منه وبركاته.